انا الحسن ابو بقير بس الولد اللي نضرب السي محمد ابو بقير اللي وقعت ليه الكسيده نهار الخميس مع 6 الصباح في شارع محمد السادس. هو وصاحبه غاديين على الموتور وضربهم الخليجي راه هرب راه ما شدوه و تيقولوا هما سكرانين والدراري راه ما سكرانينش راه ما عندهم داك الشيء ما تيسكروا ما عندهم ما سكروا مع القارو ما تيكمل الدري ولدي ما تيكمل ما تيسكر. ها هو دابا ملي وحفا سميتو في السبيطار في سيفين راه 5 ايام هادي راه متضروب في الراس وتضرب في حجرو وتهرس من رجليه جوج تهريسه. المهم الحصيله هو اللي خدام عليا وخدام على بناته والوالده الوالده ديالو راه توفات خدام على اربعه د البنات انا ما بحاليش راه مره خدام مره ما خدامش وتنطلب حتى من السلطه المحليه الدري جهدتها هي جزيهم بخير. صديقات محمد أفقير تنطلب لحد الان بالسلطات لقي القبض على الخليجي اللي هربان وبات محمد أفقير ما في حالوش هو اللي خدام ولده هو اللي خدام عليه وهاد الناس اللي في السبيطار راه ما عطاوناش راس الخيط والدري كوما ولحد الان ما داروا ليه لا عمليه لا والو. السيد مضروب في حجره في رجليه في صدره وفي راسه الدقه اللي كاينه في راسه والدري اللي توفى حتى اليوم عاد هزوا لي زومبخانت ديالو وبلاصه الحديثه ما لقينا فيها والو. الوراق تاع الدراري ما لقيناهمش الموتور ما لقيناش وفي المحضر تاع البوليس راه لقينا بانهم دايرين سكرانين وما راه ما كانوش سكرانين. انا اخت سي محمد أفقير الدري اللي وقعت لك السيده في شارع محمد السادس مع 5 الصباح ضربهم خليجي. الدري اللي كان معاه توفى ما عرفناش عائلته ما عرفنا عليه حتى شي حاجه. طلبنا ان نشوفوا التصويره ديالو على الاقل غير نسولوا عليه ولا شي حاجه ما بغى يديروا معنا حتى شي حاجه. الدري الاخر سي محمد أفقير دابا هو بين الحياه والموت جات الدقه في الراس في السنسول وفي حجره وفي رجلي تهرسات ليه. كنطالبوا شي حل الخليجي ما بغاش يقدم بالمصاريف حتى شي حاجه وحنا ما فحلناش هو اللي معاوننا الدري هو اللي كنخدم حنا اربعه الخواتات وما عندناش همنا. كنطالبوا الحقوق ديالنا بالنسبه لتا حاجه ما فهمتش ما اي حاجه سولني عليها حتى واحد ما بغى يعطينا الوقت كندخلوا كل شيء اي حاجه كل واحد يقول نهضره كل قنت يقول هضره. السبيطار تدبير يعني دايرين الناس كشي حاره كحشاره ما كيبغيش بنادم يعطيك الوقت كتقول لي بغيت تسول على الحاله وحنا من حقنا نسولو راه خونا هذاك اللي مرمي في السبيطار وكنطالبوا بالحقوق ديالنا حيت السيد مكرفس بزاف مكرفس في راسو مضروب في راسو هو اللي معاون ولا شي